يجب أن يكون لكل رجل عملي زيه الرسمي الخاص. ربما تسأل عما أعنيه بهذا، لماذا هي مهمة جداً وكيف تجعلك أكثر إنتاجية ونجاحاً؟ سنبدأ بما نعنيه بالزي الموحد. وفق تعريف قاموس إكسفورد، مجموعة محددة من الملابس التي يجب أن يرتديها أعضاء نفس المنظمة أو مجموعة الأشخاص. ما زلت معي؟ اعتبر نفسك علامتك التجارية مع زيك الخاص. اختيارك للزي هو اختيار شخصي لك، يعتمد على ما ترتديه على الصورة التي تريد أن يراها العالم. ماذا يرتدي مارك زوكربيرغ؟ عادة ما يكون قميصاً أزرق أو رمادياً. ستيف جوبز هو مرادف للسترة السوداء ذات الياقة المدورة المطوية في البنطال الجينز. هل تعلم ما هو أفضل شيء في ارتداء الزي الرسمي؟ إنه يوفر الوقت. إذا كان لديك زي موحد، فلن تحتاج إلى قضاء الوقت في اختيار ملابسك في الصباح. يمنحك الزي الخاص بك إحساساً بالتفرد، وعندما تشعر بالتفرد، فمن المرجح أن تكون ناجحاً. والزي الموحد ليس حكراً على الملابس الرياضية فقط، هناك رواد أعمال يختارون ذوقاً محدداً في البدل الأنيقة. أهم شيء عند تصميم الزي الخاص بك، تأكد من أنك تعرف إلى أين أنت ذاهب وما تريد تحقيقه، وما هو هدفك الذي تريده من وراء ذوقك في اختيار ملابسك.